نعاودكم نعاود الاباء ديالكم ونعاودكم ثاني. الراي أسأل الله أوقاتكم متابعين ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. حنا الآن كنتواجدوا بالتلميذ التأهيلية بن عباد كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل. كنتمنوا التوفيق والنجاح لهذا التلميذ اللي غادي يدوز إن شاء الله اليوم كيف ما كتلاحظوا التلاميذ اللي حاضر الأمهات والآباء اللي حاضر الآن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشاب دائما معكم عبر المباشر متابعين قناة شوف تيفي. إذن غادي نتوجهوا عند بعض التلاميذ اللي غنتكلموا معاهم ونشوفوا كي داير الامتحان كي داير الصباح والآن شنو التوقعات ديالهم في هذا البث المباشر. إذن غنبداو مع أحد التلاميذ اللي غادي اليوم إن شاء الله ونتمناو التوفيق والنجاح. مساء الخير عليكم ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر وكنتمناو التوفيق إن شاء الله والنجاح إن شاء الله. قول لنا شنو التوقعات ديالك إن شاء الله. أولا كي داير الصباح بدا بالنسبه للامتحان ديال الفيزياء صراحه هو كان شويه طويل وكان فيه صعوبة بعض الصعوبات حيت بعض الاسئله اللي ما كانتش كتحط في الامتحانات اللي سبقوا، ولكن صراحه الحمد لله على كل حال واخا نتمنوا الخير للجميع ولكن الامتحان صراحه كان طويل الوقت ما قدناش. وان شاء الله توقع لكم في الماده الانجليزيه نتمنوا يكون خير ان شاء الله. الانسان يحاول يبريباري ويدير اللي عليه ونتمنى يكون خير ان شاء الله. هادشي اللي كاين وهضرنا اللي علينا والحمد لله. ماشي لا ما كاينش، ولكن بالنسبه للقسم مضبوط يعني الاساتذه دايرين خدمتهم كلشي هو هذاك ما كاين زعما لا غش لا والو زعما كلشي هو هذاك زعما. نتمنى التوفيق ونجاح لجميع التلاميذ دائما معكم عبر المباشر قناه شوف تيفي قناه الشعب اللي تبقى نجي معكم. اذا صباح مساء الخير. السلام مرحبا. نتمنى التوفيق ونجاح. وي راه قراو عندنا اليوم والله راه بزاف ترى راه ما عرفتش شحال وحنا بريباري وراه بزاف وهاد السيد هذا راه مسكينه عاود لهم اخويا واخا قبل ما غادي. اذا كيف ما كتبوا معنا متابعين الافاضل في الامتحان كاين الاجواء كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل الثاني كل ما غيعدوا ان شاء الله ولكن يمشي الله يخليكم. اذا دائما معكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم عبد الرحمن. السلام عليكم. بالنسبه للصباح دوزنا الفيزيك صراحه اسمح لي يا اخي صراحة معول على شي حاجة صح حطوا لنا حاجة أخرى مي ماشي مشكل نتمناو من الله نوقفوا على رجلين نتمناو المهم بعد رجل مشى. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشاب دائما معكم عبر المباشر كيف ما كنشاهدوا معنا معنا أحد أباء واللي هو حقوقي. السلام عليكم سيدي مرحبا بكم. عافينا 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 كأب. إذا معنا أحد أباء. إذا واخا مرحبا. دو واطلق لي الميكرو ما شفروش ما تخافش. سبع سنين وانا في الباك. سبع سنين وانا في الباك وما كنتش جاي ندوز. انا جابونك عندي جنسيه سربيه جايب معايا تقاش. حد ما كيمتحن من غير سيدي ربي حتى واحد اللي كيمتحن انا هو سيدي ربي. واش نقول يسهل الله يسهل. امين. ان شاء الله. غادي نقول في ايكونومي. كيدو فينا الذنوب حنايا راه ديما شدو فينا الذنوب. صباح حطوا لنا امتحان ما فهمنا فيه حتى حاجه. 20 عام هو في الباك. 20 عام هو في الباك. 4 سنين هو يسخن. امتحان كل عام استدراكيه. ان شاء الله توقع ديالك فاش هي؟ ناديه. ناديه ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ونجاح. الله ياخذ فيهم الحق هذو اللي كيديروا لنا هاد الامتحانات. الله يسهل علينا الله يسهل علينا كامل. شكرا. اللي ما بغاش يخدم شوف. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين. توفيق ان شاء الله للجميع. توفيق للجميع. ديما مادري قول ديما مادري. ديما مادري مادري. دائما معكم عبر المباشر. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب
في هذا البيت المباشر تبارك الله التالي. الحمد لله ماشي بحال الصباح كان شويه ديال الخلع، ولكن دابا كنلاحظ ان جميع التلاميذ ناشطين الحمد لله. معنا احد التلاميذ اللي يجوزوا، مرحبا بك معنا في هذا البيت المباشر مروان. السلام عليكم عاب، كيف داروا الاستاذ بخير؟ استاذ اليوم في الصباح دوزنا واحد بشي حال، كان شي حال ما والو، تخيل 8 الصفحات. بريزون بريك وما فيهش تعداو علينا نتوما، الله يخرج فيهم الحق. تخيل استاذ خداو لي التليفون كانوا يضربوني بالتقرير، الله يخرج فيهم الحق. واخا سمحي التوقع ديالكم انا جنسيه صربيه، انا جنسيه لا طيب. إذا دائما معكم عبر المبشر، كيف ما كنشاهدوا الحمد لله الدقيقين ناشطين، والله ما الحمد لله هو الشيء الجميل، الحمد لله بعد ناشطين، بعد كنشوفكم ناشطين. أول حاجة ديما حلالة، هذه هي الحاجة الأولى، الحاجة الثانية ما خلونيش نقل، وأنا جنسية صربية، أنا عاد دايز باش ندخل ندوز، أنا الزمن بوكو. دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا الحمد لله. بالك نلاحظوا ان الدنيا ناشطين اللهم لك الحمد، وكاين واحد ماشي بحال الصباح. مرحبا، السلام عليكم، لاباس؟ باك داز مزيان هذا العام، داكشي ساهل، كلشي في المتناول الحمد لله. ربنا يوفقك ان شاء الله. ديروا النية ان شاء الله. ديروا النية اكيد طبعا. غادي نمشيو عند الاباء ولا الامهات ابتداء، ولا من عند امهات سمعت مالنا. ايوا والو، اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل كيف ما كتلاحظوا معنا، حتى الاباء راه ماشي التلاميذ اللي يدوزوا، حتى الاولياء الامور هما هما كيدوزوا كيف ما كتلاحظوا معنا. الامهات دابا والاباء هما اللي غيدوزوا، لان هما اللي حاضرين في هذه اللحظات وخايفين. لكن كنلاحظ بان كاين واحد الاجواء باكر ماشي بحال الصباح، كان شويه ديال التخوف. مرحبا بك معنا. هو اول حاجه خطا طويل وريح انت من البساله. خطا طويل ما بلانس جميع جمع اولا. اسمع الله يخليك. شنو التوقع ديالنا؟ انا حقنا منتخب، شنو ذا منتخب في المونديال؟ منتخب يهضروا لنا على الركراكي الركراكه مباشر. نعم سلام، حطوا لنا كوطة صعيبة بزاف. يا داو معنا نجحوا، الله ينعل امكم، داو معنا نجحوا عافاكم كلكم صافي. شكرا ان شاء الله، نتمنى النجاح والتوفيق. نعم السلام عليكم. تعداو علينا في كونطا تعداو علينا، بنادم كينقل وحنا ما خلاوناش نقلو. بنادم هز التليفونات، تينقلو التليفونات وحنا انا راه كنتعذب. حنا مشاهدين الله يجزيكم. الله يجزيكم. ولا اساتذه راني سكرانة. يرحقوا معانا شويه. طالع العادل بين الغربه. وعيد مع الغربه. الله يخليك. الله يخليك. إذن دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا الحمد لله كاين واحد الجو ديال الفرح الحمد لله. ماشي بحال الصباح كان شويه الجو مكربل، ولكن دابا كنلاحظوا الحمد لله الدراري ولاو كيتنفسوا، ولا واحد الجو ديال الحمد لله كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. كنتمنى التوفيق والنجاح ان شاء الله، وجميع ان شاء الله من جميع التلاميذ من طنجه للقويره ان شاء الله بحول الله. إذن دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشاب. في هذه الاجواء حنا الان كنتواجدوا بتاهيليا بن عباد في مدينه القنيطره اللي كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. ف مرحبا. هي الصراحه امتحان داز ساهل، باش ما نكذبوش على الله. على بوخت نقني دازا معايا في القسم، معايا في القسم بغاش ينقني. امتحان على بوخت زعما كلشي خدمه فهمتي. المهم مازالت الامتحانات الجايين، نتمنى من الله ونتمنى من الله يكون خير ان شاء الله. الله يحفظنا الرايتين ان شاء الله. اي سبيك انجلش فيري جود ان شاء الله. لايف اخر كذا لايف. اذا دائما معكم تبارك الله الدراري. مرحبا. هلو ماي نيم از سي محمد ذا اكزام
صدع صدع هاك مباشر مباشر انتوا باكو اكزام ان شاء الله يدوز مزيان فهمتي في احسن اجواء ان شاء الله لا للغسل لا للغسل لا للمخدرات لا للديوان دابا حنايا راه ناجحين ناجحين بغينا نجيبو بغينا نجيبو نقطة مزيانة باش نفرحو دوك الدار اللي فرحانين انجليش بيبول اليوم اللونجلي عاد عرفت بلي راه اللغة ماشي مادة في الصالة طوني داك الشيء كاع ما كاين تحية البرادية الله غادي يحطو لنا كلشي مزيان فهمتي نعم فقاش دابا اللونجلي هي مادة نعم مباشر نعم كمل ان شاء الله يحطو لنا كلشي مزيان فقاش اللونجلي هي مادة غادي تولي في المغرب مروجة ان شاء الله بحول الله شكرا إذن كيف ما كتلاحظوا تبارك الله الآباء والتلاميذ الحمد لله بعدا كاين واحد النشاط هذا هو أهم حاجة أن كاين أجواء كاين أجواء الحمد لله ماشي بحال الصباح كيف ما قلت لكم كيف ما كنعاود كنقول الصباح كان شوية ديال كان واحد شوية ديال الخوف الحمد لله كنشوف أن التلاميذ الآن حنا الآن بتأهيلية بالعباد كاين الحمد لله كاين التلاميذ شوية ناشطين الأمور بخير إن شاء الله يا ربي يدوزوا بخير وعلى خير كنتمناو إن شاء الله بحول الله يدوزوا بخير وعلى خير إذن في هذه اللحظة كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل إذن تم فتح الباب ديال المؤسسة بالتأهيلية بالعباد كنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح يا ربي جميع التلاميذ اذا دائما معكم عبر القناه شوف في قناه الشاب اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الان في هذه اللحظات اذا التوفيق لكم ان شاء الله دائما التوفيق امين التوفيق 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 ان شاء الله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله ونجحنا ونجحنا ان شاء الله عندي اخرج لي حنايا عبد الله احسن استاذ ها هو يعرفني ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا ربي احنا الان كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل الان مباشر مباشر إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل عندي الباب ما غاديش ندوي إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناة شوف تيفي إذن دائما معكم من امام ثانوية بالعباد كنتمناو ان شاء الله التوفيق والنجاح يا ربي هذه وليدات المغرب كاملين من طنجة للقويرة يا ربي نتمناو التوفيق والنجاح إذا كيف ما قلت لكم راه الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم نتمنى التوفيق إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا إذا خل معايا إذن دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل كيف ما كتلاحظوا معنا الان التلاميذ التاهيليه بالعباد غيدخلوا معنا دايو معنا الله يربي تسهل علينا عندنا لونجلي عفاكم بغينا ننجحوا اخر عام عفاكم دايو معنا اش بعدا قولي لي صباح كي دوزتي دوزت ما دوزتش مزيان ما دوزتش مزيان ان شاء الله يعشيه ان شاء الله بخير إذن كيف ما كتلاحظوا هذه اللحظات بحال اللحظات الجميله يعني كيف ما كتلاحظوا دي كيف ما كتلاحظوا السلام عليكم لاله شي دعوه ان شاء الله الله يسهل عليهم كاملين على ولدي وعلى وليدات المسلمين اجمعين الله يسهل عليهم ايوا شويه كيكون ستريس هذا النهار ولكن الله يسهل عليهم كاملين الله يسمعهم ان شاء الله ويحل بصيرتهم يا رب صافا ما بيش انا ولدي ما كيبغيش يعطيني هذا كيقول لي لا ماما حتى تجي النتيجه انا ما نقدرش نقول لك واش بزاف واش شوي واش هذا وفي يد الله الله يوفقكم الله يبارك فيك اخويا بارك الله السلام عليكم لاله مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر سي دعوه للتلاميذ الله يسهل عليهم الله يعاون الوليدات كاملين عندي بنتي الله يخليها لك امين ربي يخليك شويه كان شويه قال لك جام صعيب شويه قال لك جام صعيب شويه لا خرجوا الوليدات كاملين كيبكيو خرجوا الوليدات كاملين كيبكيو الصباح انا شفت الوليدات بزاف خرجوا كيبكيو عاد في القاسم قالت لك كاين اللي بقى كيبكي في القاسم كاين اللي حيت على الرجاء الصاد وجه بديك الخلعه وهذه ونتمنوا هذه العشيه تكون مزيانه نتمنوا هذه العشيه ان شاء الله تكون مزيانه ان شاء الله الله يعاون الوليدات كاملين امين الله يوفقكم امين اسيدي مرحبا 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 بكم والله الا مرحبا بكم الله يجزيكم وفق يا رب يا رب اذا دائما معكم سلام لله اذا دائما معكم متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي اذا الان في هذه اللحظات الابناء دخلوا او التلاميذ دخلوا المؤسسه واللي بقى شكون الاباء هما اللي غادي يدوزوا امتحان فهو الطلق
كيف ما كتلاحظوا معنا متبعين الافاضل اللي غادي يدوز الامتحان هما الاباء في هواء الطرق. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. شي دعوه شي دعوه شي دعوه للتلاميذ. اذا امين يا ربي يا ربي. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متبعين الافاضل اللي التلاميذ راهم في الامتحان والاباء موجودين، غادي نمشيو عند بعض الاباء الله يعطينا شي كلمه وتصريح نشوفوا كيفاش كانت التوقعات ديالهم الصباح ان شاء الله. وشي دعوه لهاد التلاميذ. السلام عليكم لاله. شي دعوه للتلاميذ يا لاله. شي دعوه للتلاميذ. الله يسهل عليهم يا ربي. امين يا ربي. عندك وليد ولا بنيته؟ عندي بنيته. الله يخليها لك يا لاله. اللهم امين. الصباح لا شويه ما دوزاش مزيان يعني. وسط الطريس ديال انت عارف ديال الخلعه شويه ولكن كنلاحظوا اليوم في العشيه الحمد لله كانت نفس شويه والدراري فرحانين. الصباح راه البنات هنا شحال وحده سخفات ما قدرش يدخلوا كاع مع الاب، مع بقات لاصقه في واحد البنيته والله الا بقات فيا بقات لاصقه في الاب ديالها والله. ولكن في العشيه كنلاحظوا انها كانت شويه النشاط شويه. المهم كيحيدوا ذاك الخلعه في الاول فهمتي شويه كيبقاو وعنا كنعاود كنشجعوهم كنقول ما تخافوش داكشي اللي عندكم حطوه وما تخلعوا ما تخافوا هادشي راه الواجب ديالكم خصكم ديروه وسالم هادشي اللي كان. الله يوفقكم النجاح ان شاء الله وكنتمناو جميع التلاميذ المغاربه اللهم امين من طنجه للقويره ان شاء الله النجاح. يا ربي امين يا ربي. السلام عليكم لاله. مرحبا. شي كلمه لاله. كنطلبوا الله يساعدهم ويعاونهم وما يضيعوش العام اللي دوزوه بتمارته بالتعب ديالو. كنطلبوا من الله يعاونهم ويسهل عليهم ويجيب اللي يوقف معاهم. ودابا واحد الحاجه لاحظناها ان الامهات التلاميذ كيدوزوا امتحانات الداخل والامهات كيدوزوا امتحان برا. الامتحان ديالنا صعب من الامتحان ديالهم. كنطلبوا من الله يجازينا على خلف شقانا داك الشيء هذا ما نقولش الشقه ديالنا وديالهم. امين يا رب. حنا براسنا كنكونوا مصوبين محمسين لهذا عرفتي هازين بحال هازين تقول على كتفان لحقاش الطفل اللي كتشوفه في الدار مستريسي وهذا وكيتسنى هذا النهار وبغى يجي هذا النهار وما لا ما بدلش المجهود ديالو ما خرجش بشي نتيجه هذا كيتاثر هو ويتاثر حنا ان شاء الله نتمناو الخير والنجاح يا رب. شكرا لكم تبارك الله وكنتمناو لكم شكرا. السلام عليكم. الله يسهل على الوليدات مساكن راه الامهات هما تيعانيو على حساب وليداتهم ونطلبوا من الله يعني يرطب قلوبهم على التلاميذ ان شاء الله يدوزوا بخير وعلى خير وهذا الشيء اللي غنقول لك. شكرا. عندي وليد الله يجعل ربي ينجحوا ليا وينجح الوليدات كاملين. كنطلب على دوز مزيان الحمد لله داير ليكونومي قال لي الحمد لله ماما راه مزيان الحمد لله والعشيه لونجلي ان شاء الله نطلبوا نتمناو تكون ان شاء الله شي نتيجه ان شاء الله شي نتيجه ان شاء الله نفرحوا كاملين ونجوا ان شاء الله نكون في الدار ونفرحوا معاكم. لا يخطيك. مرحبا لله ان شاء الله. سلام لله. هذه نقطه واعره اسمعوا اسمعوا دابا هذه واعره هذه اسمع ماشي 19 ان شاء الله واجي عندنا انتما كتجي واحد مولين ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافضل المتابعين قناه شوف تيفي كنتمناو يا ربي وهاد النهار هذا لجميع التلاميذ من طنجه للقويره النجاح والتوفيق ان شاء الله. اذا كيف ما لاحظتوا معنا التلاميذ الان دخلوا يدوزوا الامتحان ديالهم والاباء والامهات كيتواجدوا الان حتى هما كيدوزوا الامتحان في الهواء الطلق. اذا ما بقى لي ان نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله من بعد ما ان شاء الله يخرجوا ونشوفوا اول تلميذ او تلميذه اللي غيخرجوا ان شاء الله من هذا الامتحان ان شاء الله ديال الماده الانجليزيه. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء. نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله.